أعزائي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم. معاكم أنا محمد سعد وحلقة جديدة من برنامج مع المستشار. حلقتنا النهاردة على غير العادة، حلقة مختلفة، حلقة مميزة جدا ومهمة جدا. هنبدأ معاكم بموضوع الحلقة على طول على غير المعتاد. نحن معودينكم دايما نحن نبدأ أول فقراتنا بفقرة أغرب القوانين، ولكن النهاردة هنبدأ بموضوع الحلقة مباشرة، وده لأن موضوع الحلقة النهاردة موضوع مهم جدا. هنتكلم النهاردة في موضوع حلقتنا النهاردة عن كرامة المحامي وعن حصانة المحامي وعزة المحاماة وشرف المحاماة، وكلام كتير قوي هنتكلم فيه النهاردة مع بعض، وكل ده بتلخص في جروب إغاثة محامي. جروب إغاثة محامي من ضمن الجروبات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وشفنا ليها واقع ملموس على أرض المحاكم وأرض المشاكل اللي بتواجه أي محامي. مين فينا ما تمناش ان هو يكون ليه ظهر، يكون ليه سند؟ احنا كمحامين دايما متعودين ان الظهر بتاعنا او السند بتاعنا في حل المشاكل هو النقابه العامه، نقابه المحامين هي الظهر والسند لينا. طبعا النقابه زيها زي اي نقابه بيحصل فيها مشاكل، بيحصل فيها اضطرابات، بيحصل فيها بعض الاخفاقات في حل المشاكل. طبعا ده يعني كان سبب ان هو يعني ظهر لينا بعض الجروبات اللي هي تبدأ تحل محل النقابة أو تساعد النقابة في أداء واجبها ومهمتها. طبعا يعني تزايد عدد المحامين كان من ضمن هذه الأسباب. احنا يعني كنا وصلنا ل 650 ألف محامي، وبعد قرار التنقية وصلنا تقريبا ل 200 ألف على ما أتذكر، عدد يعني مش حاضر في ذهني دلوقتي، ولكن يعني هو عموما العدد نفسه كبير، عدد لم تستطع معه النقابة ان هي توفر او تقوم بدورها على اكمل وجه. لذلك بدأت منذ هذه اللحظة ظهور بعض الكيانات وبعض الائتلافات وبعض الاتحادات وبعض الجروبات، وكان منهم طبعا او ابرزهم كمان جروب إغاثة محامي. معايا النهاردة في الاستوديو اثنين من احسن او من عناصر او من اهم او من انشط العناصر اللي موجوده في جروب إغاثة محامي. معايا على يميني استاذ رامي زكريا مؤسس جروب إغاثة محامي، برحب بحضرتك. بحضرتك شكرا لحضرتك. وعلى الجهه الاخرى جهه اليسار استاذ كريم ابو القاسم مسؤول جروب إغاثة بمحافظه الجيزه، برحب بحضرتك. طيب عشان نبدا اسئلتنا بقى بسرعه ونوفر على المشاهدين الوقت ونقدر نفهم مع بعض كده يعني موضوع الجروب دوت بدا ازاي. احنا عارفين طبعا ولا يخفى على كل المحامين اللي بيشاهدونا دلوقتي ان احنا دلوقتي يعني جروب إغاثة محامي بدا يعني زي العالم دلوقتي وسط المحامين، الحمد لله، لان فعلا احنا شفنا شباب جد بيعمل وشباب جد بينزل على ارض الواقع بيحل المشاكل، غير يعني باقي الجروبات الثانيه او الاتحادات الثانيه اللي ظهرت في الفتره الاخيره وما لناش ليها اي واقع عملي في الحياه. يعني احنا عارفين ان حضرتك استاذ رامي انت المؤسس هذا الجروب، لكن اللي الناس ما يعرفوش احنا عايزين نعرف من استاذ رامي الفكره جات لك ازاي وايه كان ورا هذا الهدف. تمام. هي بسم الله الرحمن الرحيم، الفكره جات لي يوم 2/3/2019. تمام. الفكره جات ان في محامين كتير بيتعرضوا لمشاكل اثناء تاديه عملهم في المحاكم في اقسام الشرطه. للاسف في الاغلب النقابه ما بتكونش على علم بالواقع، المحامي ما بيعرفش يتصرف، ما بيقدرش يعمل ايه، ما بيقدرش يتواصل مع اعضاء النقابه. فحاولنا ان احنا نتواصل، نبقى حلقه وصل بيننا وبين النقابه. جت الفكره يوم 2/3 اللي انا ابدا انشا جروب على الواتس اللي انا اسميه إغاثة محامي. الجروب على الواتس ده قلت ان انا اجمع 10 من كل محافظه، اللي احنا لو في مشكله نبدا نتحرك احنا ال10. موضوع عمل تطوعي جدا، اللي عمل حبا في مهنه المحاماه، اللي احنا عايزين نرتقي بالمحاماه. فعلا طرحت الفكره على جروبات المحامين، ساعتها كان جه اكتر من 3000 كومنت وتعليق، غير الناس اللي بعتوا لي رسائل غير كل ده. قبل يعني كل ده حصل على يوم 2/3 مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي فيسبوك. تمام. 2/3 بدات ان انا فعلا انشئ الجروب على الواتس. انا كنت اول مره اعرف ان جروب الواتس اكتر رقم عنده 240 رقم بس، ما يقدرش يشيل لجروب الواتس اكتر من كده. انا الفكره عندي ان احنا نجتمع كلنا في مكان واحد، يعني انا مش هعمل جروبات واتس كتير. انا فكرتي ان احنا نجتمع كلنا في مكان واحد، فاقترحت ان انا اعمل جروب على الفيسبوك. أو لا اعمل تليجرام، اعمل صفحه. قلت لا، احنا الجروب على الفيسبوك افضل، اللي احنا هنتكلم ونتناقش مع بعضينا. الصفحه الجروب بس المسؤولين هم اللي يقدروا ينزلوا بس بالاغاث. فقلت لا، نعمل جروب على الفيسبوك. بالفعل نشات الجروب يوم 2/3/2019. بدا الحمد لله تم اشهار الجروب يوم 15/5 من النقيب العام السابق النقيب سامي عاشور.
يوم 29/5 تم اشهار جميع المحافظات. طرحت الفكره، ساعدوني اساتذه كتير جدا. التواريخ دي مهمه بقى معلش. تمام مره. تم اشهار الجروب بتاريخ كام؟ الاول حاجه الجروب تم انشاؤه 2/3/2019. 2/3/2019 تمام. تم اشهار الجروب، عملنا لقاء مع الاساتذه المحامين. انا عايز اشكر من موقعي هنا، بشكر المسؤولين معايا، تعبوا وكان لهم فضل كبير جدا في نجاح الجروب. على راسهم طبعا استاذ عزه جاد مسؤوله لجنه المراه، واستاذ محمد محي المتحدث الرسمي للجروب، واستاذه نورهان، واستاذ محمد التهامي. يعني خلال شاشه برنامج مع المشاور وخلال قناه الصحه والجمال بنشكر كل من تم ذكر اسمه على لسان استاذ رون. وطبعا بشكر المسؤولين وهنذكر اساميهم واحد واحد، عشان طبعا ليهم دور كبير جدا في المحافظات. يعني نجحنا في المحافظات كان هم السبب فيه. تمام. الجروب تم انشاؤه 2/3/2019. تم اشهار الجروب من النقيب العام 15/5/2019. كان ساعتها حوالي الجروب كان حوالي 5000 محامي. تمام. 29/5/2019 تم اشهار الجروب على مستوى الجمهوريه. ومعانا اشهار موقع من النقابه العامه، تم اشهار الجروب بقى في كل محافظه فيها اغاثه. طرحنا الفكره، حبينا الدعم جالك ازاي بقى يا استاذ رامي؟ يعني انت دلوقتي طرحت الفكره، عرفت منين ان ممكن الفكره دي يعني تلقى قبول الناس ويقابلوها بالترحاب، وان انت ممكن تنشئ كيان زي ده؟ يعني حسيت الموضوع ده امتى بالظبط؟ لا حضرتك احنا تهاجمنا، يعني تهاجمنا، قال لك الجروب اتعمل عشان نصالح حد معين، الجروب اتعمل عشان انتخابات مصالح. الجروب طبعا كانت مصالح. قلت لهم لا، الجروب يعني الحمد لله احنا ثبتنا مصداقيتنا جدا، كانت المصداقيه بتاعتنا هي اساس نجاحنا. يعني الحمد لله النجاح اللي وصلنا فيه، يعني الجروب النهارده عدى ال 22500 محامي. محامي مشتغل بالفعل. كم؟ 22500. ده جروب اعضاء الجروب؟ لا، الجروب اعضاء الجروب دلوقتي على مستوى الجمهوريه. يعني ده رقم فعلي؟ رقم فعلي. 22500، 22400 في الحدود دي. يعني تقريبا كام؟ 22400 في الحدود دي، ما يقلش عن 22000. تمام. يعني هو كان من قيمه 3 ايام كان 220000. يعني 22. يعني نفهم من حضرتك دلوقتي ان 22000 دولت على مستوى الجمهوريه؟ يعني نفهم من حضرتك ان جروب اغاثه موجود في كل محافظات كل محافظه؟ تمام، موجود بالفعل. وكمان احنا يعني احنا بنستقبل اغاثات من اي جروبات ثانيه. يعني ممكن في مثلا في استاذ ما يعرفش بجروب اغاثه او ما يسمعش عنه، فممكن ينزل على مشكلته على اي جروب. فاحنا الاساتذه اللي معانا في الجروبات موجوده في كل الجروبات، فبياخد السكرين شوت، بياخد من البوست بتاع الجروب، ينزله على جروب اغاثه. بنبدا نتواصل مع الزميل ونشوف ايه الوضع بتاعه والمشكله بتاعته ايه، ونتواصل مع اعضاء النقابه، واعضاء النقابه وقفوا معانا كتير جدا. يعني بشكر اعضاء النقابه، مش عايز انسى حد، بس كان لهم دور كبير معانا جدا في نجاح الجروب. لا احنا هنتكلم في الموضوع ده بقى تاني، بس ننتقل بقى استاذ كريم، عايزين نعرف بقى من حضرتك اهداف الجروب نفسها ايه؟ يعني حضرتك لما يعني مسؤول طبعا جروب عن محافظه الجيزه، فالاهداف اللي اسست عليها هذا الجروب بدايه. انا بشكر حضرتك على الاستضافه الرائعه دي، وحابب في البدايه قبل ما اتكلم في اهداف الجروب اوجه تهنئه لمجلس النقابه العامه نقيبا واعضاء المجلس الجديد على فوزهم في الدوره السريه. بنطيل لأهداف الجروب. جروب إغاثة محامي هدفه الأساسي هو دعم المحامي. إزاي بندعم المحامي؟ إن إحنا بنكون حلقة وصل ما بين المحامي، بنكون حلقة وصل ما بين المحامي من جهة، وما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية من جهة أخرى. تمام. عن طريق إن إحنا نبقى متواجدين على ارض الواقع. تمام. نتواصل مع نكون حلقه الوصل ما بين النقابه وما بين المحامي فعلا. تقدروا بقى ازاي يا فندم؟ تقدروا ازاي تبقوا موجودين على ارض الواقع؟ انا عارف دلوقتي خلاص عرفت من الاستاذ رامي ان الجروب موجود في كل محافظه. كل محافظه ليها مسؤول. كل محافظه ليها مسؤول. تمام. ازاي بقى بتتعاملوا مع المشكله؟ وازاي عن طريق لما مثلا بيجي لكم بلاغ عن طريق اليه محدده. تمام. اليه فهمنا بقى موضوع اليه. هي اسمها اليه جروب اغاثه محامي على مستوى الجمهوريه كلها طبعا، حاططها المسؤولين الاستاذ رامي والاسماء اللي ذكرت من الساده المؤسسين. اليه جروب اغاثه محامي بتجي لنا الازمه او المشكله عن طريق جروب الفيسبوك. عندنا جروبات واتساب لجميع المحافظات. لو جت المشكله عن طريق جروب الفيسبوك، لو هي عليها مثلا رقم تليفون او عليها طريقه تواصل، بنبدا نتواصل مع الزميل او اللي عرض المشكله، لان مش ممكن يكون مش الزميل اللي في المشكله هو اللي عرضها، ممكن يكون حد تاني عن طريق مثلا جروب اخر. بنبدا ان احنا نتواصل مع الزميل نفسه او نتواصل مع اقرب حد ليه. ثم بينتقل بقى الموضوع من المؤسسين او اللي تلقى الاغاثه من الادمن لجروب الواتساب الخاص بالمحافظه. بنبدا ننقلها عليه، بحيث ان مسؤول المحافظه يقدر يحدد مين اقرب حد
للمشكله ويبدا ايه ينزل له على واقعيا فعلا. تمام. دي اول حاجه بنبدا نعملها. ثانيا بنبدا ان احنا نتواصل مع النقابه الفرعيه اللي تخص الجزئيه او الفرعيه اللي تخص المشكله اللي فيها الزميل، بحيث ان النقابه هي السند الاساسي لينا. طب لو في حد بقى تقاعس يعني انت دلوقتي بلغت او في براءه وحضرتك بلغت الجروب في المحافظه زي ما حضرتك بتقول، المفروض ان في حد هينتقل للواقع او للمشكله لحل المشكله، لو حد تقاعس ايه الاجراءات بقى اللي بتعملوها؟ في اليه كده برضو يعني هل بيتم توفير بديل؟ يعني ممكن مثلا تبعت محافظه حد مسؤول عن محافظه ثانيه او تخاطب حد تحت المسؤول؟ او ما هو في نواب مسؤولين، في مسؤول لكل محافظه، مسؤول رئيسي وفي نواب مسؤولين، وفي المؤسسين برضو ساعات بينزلوا غسات يعني، وفي اعضاء الجروب ال 22500 اللي حضرتك الاستاذ رامي ذكرهم دول، في ناس كتير قوي بتنزل منهم مش مسؤولين، مش شرط مسؤول. انا بقول الكلام دوت ليه يا استاذ كريم؟ يعني اصل هو المسؤول اللي حضرتك معينه مثلا في اي محافظه وارد ان هو يكون عنده ظروف، وارد ان انت تتصل مثلا فيه في وقت المشكله، يبقى هو مسافر خارج البلد عنده ظروف، عنده حياته وفاه ايا كان، تليفونه مقفول ممكن. فهل بيبقى فيه بقى اللي هو بديل النائب ده بيحل مكانه زي النائب المسؤول؟ تمام. في عندنا محافظات تم انشاء فيها لجنه دفاع بسبب اللي حضرتك بتقوله دوت، لان في مشاكل كتير والمسؤول ممكن ما يقدرش يغطيها. تمام. فبدانا ان احنا نعمل لجنه دفاع في كل محافظه، عندنا لجنه دفاع في محافظه الجيزه ولجنه دفاع في محافظه الغربيه. بحيث ان احنا نبقى متواجدين مع الزميل. محافظة الغربيه بقى شهدت يمكن من ابرز المشاكل اللي حصلت. من ابرز المشاكل اللي تعامل فيها جروب اغاثه محامي على مستوى الجمهوريه كلها ازمه الزميل احمد رمزي مع احد الساده المنتمين لجهاز الشرطه. طيب نجاوب على السؤال ده بقى، بس نشوف الفيديو ده وتعلقوا لنا عليه. ماشي. اتفضل. شايفين كده يا جماعه؟ تمام. طيب وضحوا لنا بقى ايه اللي موجود على الشاشه. ده فيديو كنا عاملينه بنهني فيه مسؤولين جروب اغاثه، دي استاذ عزه جاد لجنه المراه، استاذ محمد محي مسؤول محمد لجنه التواصل، استاذ محمد مسؤول متابعه الاغاثه، استاذ نورهان نائب لجنه المراه. تمام. ده مسؤولين الجروب، استاذ كريم طبعا. تمام. استاذ محمد البدري. بتهنوهم على ايه يعني؟ كان في ايه اللي حصل؟ على مجهودهم؟ لا احنا كان بقى لنا سنه شغالين، ما كانش في حاجه واقعه مثلا. لا كان سنه كنا بقى لنا سنه زي عيد ميلاد الجروب. سنه تم انشاء الجروب. كان بقى لنا سنه تم انشاء الجروب، وفعلا قلنا اقل حاجه نعمل لهم طبعا صور. انا بشكرهم جدا وعايز اوجههم بالشكر بالاسامي عن كل محافظه يعني. استاذ محمد المهدي طبعا عمل جهد كبير جدا في اغاثه الغربيه، ابرز المسؤولين طبعا. يعني ده حاجه زي تحفيزيه كده للاعضاء يعني. يعني اصل هو الموضوع تطوعي يعني، هو الموضوع كله تطوعي، احنا ما بناخدش اي مقابل، ولا حتى بناخد مقابل من النقابه، ولا حتى بناخد من مقابل من استاذ الزميل اللي بننزله الاغاثه. يعني ما فيش اصلا حتى مقابل، الموضوع ما فيهوش اي ماديات خالص. تمام. نهائي. ماذا قالوا عن اغاثه محامي اصحاب الربع الاسود؟ اصحاب الربع ده المقالات اللي قالت عندكم في الجروب بتاعنا ده. موقع النقابه والقاهره واليوم السابع اتكلم علينا، واليوم السابع اهو. تمام. طب نرجع بقى لاسئلتنا، يعني ننتقل بقى للاستاذ رامي. اتفضل. انت دلوقتي المسؤول الكبير. لا ولا كبير ولا حاجه. لا انت مؤسس يا ريس. احنا كلنا هدفنا، بص انا صاحب الفكره بس نجاح الفكره قام على جهد. اولا انا احييك على هذا، احييك ان انت بتنسب يعني الفضل والجهد لصاحبه. ده جهد كبير جدا. طيب. شاركوني فيه المسؤولين معايا، الاعضاء، اعضاء مجلس النقابه العامه كمان، يعني بشكرهم جدا بوجه الشكر. احنا كنا اتكلمنا بقى على واقعه الغربيه بتاعت الاستاذ احمد رمزي، هو معانا دلوقتي. تمام. على التليفون استاذ احمد. الو الو، مساء الخير. ازيك يا استاذ احمد؟ استاذ احمد. الو الو يا فندم، احنا سامعينك. انا فندم معاك يحيى معتوق، مسؤول اغاثه جنى. لا يحيى معتوق، في خطا بقى كده. استاذ يحيى معتوق. ايوه، مسؤول اغاثه هنا. ايوه، مسؤول اغاثه جنى. اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ يحيى. كنا نتمنى طبعا حضرتك تنورنا هنا في الاستوديو. ربنا يخليك يا فندم، ظروف الحظر دلوقتي مش صعب علينا ان احنا نيجي القاهره يعني. الله يخليك يا فندم، فان شاء الله تتكرر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ربنا يعدي الايام ديت على خير ان شاء الله. اتفضل يا سياح، احنا معاك سامعينك، اتفضل. عايز تقول ايه؟ والله يا فندم احنا بصفتك مسؤول عن محافظه جنا، مسؤول اغاثه عن محافظه جنا،
احنا هنا عاملين الجروب يعني على اساس ان احنا بنستقبل اي اغاثه من اي زميل في محافظه قنا. فمحافظه قنا متراميه الاطراف وكثيره يعني. قول لنا يا استاذ يحيى، طيب لما بيجي لك اغاثه بتتم التعامل معاها ازاي؟ يعني لما بيجي لك دلوقتي بلاغ ان في مشكله مع زميل او حاجه بيتم التعامل معاها ازاي؟ احنا فندم لينا يعني على مستوى المحافظه كلها لينا مندوبين او نواب لينا على مستوى المحافظه كلها، على اساس ان محافظه قنا محافظه واسعه وكبيره. فانا جاتني اغاثه من اي مكان في المحافظه لو قريبه علي انا حضرتك بروح وبخلصها وبتعامل فيها بالطريقه الصحيحه مع الزميل وبنلبي الاغاثه بتاعته وبنحل المشكله في الحال يعني. لو بعيد علي بتصل باي زميل من اللي هم النواب بتوعنا اللي هم مسؤولين الاغاثه برضه اللي هم احنا نواب تبعنا يعني. فبيتحرك فورا موقع الحدث بيخلص الزميل وبيحل المشكله فورا يعني. استاذ يحيى احنا متشكرين لك جدا، وكان نفسنا ان شاء الله تبقى معانا على الهواء وان شاء الله تبقى معانا في الحلقات الجايه. معانا بقى استاذ احمد رمزي صاحب مشكله الغربيه، المحامي بالغربيه. استاذ احمد اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد ازيك يا فندم؟ اخبار معاليك ايه؟ الحمد لله يا فندم. استاذ رامي معايا من جروب اغاثه محامي، واستاذ كريم ابو القاسم. اهلا بيك يا زحمه. ابو معاك يا فندم بقى، لو حابب تقول اي حاجه على الهواء اتفضل، معاك التليفون. ماشي. والله بالنسبه لجروب اغاثه من افضل الجروبات اللي اتعملت في نقابه المحامين، ولها نشاط ملحوظ على ارض الواقع في كافه المسائل تتعلق بالمحاماه ومشاكلهم مع كافه الجهات او مشاكل عملائهم عموما. ولو بصمه واضحه وكانت واضحه جدا جدا معايا في مشكلتي، ناس تواصلوا معايا من اول لحظه وكانوا حاله اتصال ما بيني وما بين جميع النقابه الفرعيين واعضاء النقابه العامه واستاذ النقيب العام، وناس مبالغ جدا في حل مشاكل المحامين بالطرق اللائقه. الطرق القانونيه يا فندم. الطرق القانونيه. اه طبيعي يا فندم. احنا قضيه القانون طريقنا. تمام. ودي ميزه الاغاثه انه بيبحث بالحاله قبل ما يوجه او قبل ما يبدا يتعامل معاها. طب طمنا بقى استاذ احمد دلوقتي، قول لنا اخر حاجه حصلت معاك، يعني اخر تطورات الموقف اللي حصل معاك كان ايه؟ وصل لفين؟ والله حاليا قضيه حياه النيابه العامه. تمام. ولسه مستنيين امتحانات الامن العام وتقرير الطب الشرعي الخاص بيا. وهنا في عادة تاني لجنة ثلاثية لأن في قصور في الواقع وكده لسه. وعملت عملية من كام يوم يعني. الواقع على ما أتذكر كانت مع أحد أفراد الشرطة. مع ضابط من اسمه أولي محل. وتم تقريبا حبسه. اتحبس 45 يوم. تمام. متشكرين ليك جدا يا زعيم. شكرا. بس كنت عايز أقول كلمتين. اتفضل. يعني أنا بس كان ليا تعقيب بس بسيط. اتفضل. النقابة حاليا إن في حاجة احنا دلوقتي انت عارف حضرتك ظروف الدولة واحنا الفئة الوحيدة اللي وقفت خالص. من كافة نواحي عملها وقفت. للأسف ان النقابة في التصدي لهذه الأزمة كان مش على المستوى اللائق. يعني بالظبط كده النقابة قال النهاردة كل يوم طلع ليها قرارات تتعلق بالقيد او الكلام ده. عاملة زي الواحد اللي عنده أولاد. تمام يا فندم؟ تمام. وبيدور على ان هو يخلي الجديد. لا هو احنا في اول الحلقه قلنا ان النقابه برضه عليها عبء كبير، وان اعداد المحامين برضه اعداد لا يستهان بها ومشاكل كتير. معظمهم بص يا باشا، المحامين معظمهم الحمد لله متيسرين وناس محترمه وناس كويسه يعني عندها دخل. في ناس ربنا ابتلاهم مثلا ببعض المرض بظروف ماديه، ده اللي احنا بنطالب ما اثرش لنفسنا. يعني ان كنت انا والاستاذ رامي والنواب بنطالب نفسنا. بنطالب زمايلنا اللي ظروفهم متعثره. مش بنطالب نفسنا احنا. مش عايزين محامين كلهم. مش ال 200,000 محامي. 200,000 محامي دول مش هنصفيهم على 1000 او 2000. استاذ احمد احنا متشكرين ليك جدا، يعني فكره حضرتك وصلت، بس احنا برضو احنا قلنا في اول حلقه هي النقابه مش هتعمل كل حاجه لوحدها. في اخفاقات وفي يعني مشاكل في النقابه وفي انقسامات وفي كل حاجه، ولكن زيها زي اي نقابه.
فيها بتعمل حاجات حلوه بتعمل حاجات وحشه، لكن احنا يعني نقول البركه في الشباب، البركه فينا احنا، البركه يعني هو ده امل النقابه اللي جاي. فيعني مش هنحمل كل حاجه على النقابه لحد ما الامور تتحسن، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن. طيب هنطلع فاصل عشان نستعد بقى ببيت اسئلتنا ونرجع لكم تاني. فاصل قصير ونرجع لكم. اعزائي المشاهدين عدنا لكم من جديد، وبقى نستكمل باقي حديثنا. استاذ رامي، دور النقابه معاكم ايه؟ النقابه معانا الحمد لله يعني ماشيين مع بعض. نتكلم عن النقابه العامه والنقابات الفرعيه الاثنين. النقابه الفرعيه احنا بنتواصل معاها في الاغاثات، يعني احنا بنطلب في طلب مطالب كثيره للنقابات العامه. يعني احنا طالبين مطالب عاجله دي على مستوى الجمهوريه وكل المحامين طالبين بيها. طالبين اجتماع عاجل لتشكيل هيئه مكتب. طالبين اجتماع عاجل لمجلس النقابه العامه لمناقشه ازمه الساده المحامين وطرح حل عاجل لانهاء الازمه. نتمنى من النقيب العام مخاطبه رئيس الوزراء دي مطالب؟ ودي مطالب. دي مطالب مين؟ مطالب المحامين على مستوى بتوجهها لمين؟ بوجهها للمجلس النقابه العام. تمام، يبقى نقول المطالب. المطالب تمام. اجتماع عاجل لتشكيل هيئه مكتب. اجتماع عاجل لمناقشه ازمه الساده المحامين وطرح حلول لها. بتمنى من رئيس وبوجه من حضرتك الرساله لرئيس الوزراء استثناء الساده المحامين من حظر التجاره. قانون المحاماه اقر في الفقره 3 من اعمال المحاماه اللي انا انزل اسم الشرطه. يعني من اعمال المحاماه اسم الشرطه. تمام، فازاي مثلا لو متهم دلوقتي اتمسك انا ما اقدرش اروح له الاسم. انا مش مستثني من الحظر. لو انا دلوقتي لو متهم ممسوك والشهاده بتاعته عندي في المكتب مش هقدر انزل اخدها له واستنى الصبح لغايه لما ينزل يتم عرضه في النيابه. من اعمال المحاماه بتاعي تواجدي في الدوائر في الاسم. فاتمنى مخاطبه السيد رئيس الوزراء باستثناء الساده المحامين من حظر التجوال. اتمنى مخاطبه وزير العدل لفتح الشرع العقاري. الشرع العقاري طبعا واقف، واتمنى اوقف العمل الاداري. يعني في للاسف في استاذ زميل في الاقصر واسوان على ما اعتقد تم اصابته بالكورونا وتوفى، ويعني لاهل الصبر والسلوان. او نتمنى برضو وجود جهاز لكشف الفيروس كورونا على في ابو يعني الحاجة. حضرتك تقصد ان احنا نشغل الدنيا تاني بس يبقى ماخدين احتياطاتنا زي طبعا طبعا. يعني الاساتذه احنا اكتر من شهر الاساتذه جميعا كلهم قاعدين. فاتمنى يعني النقابه تطلع حل عاجل للمحامين. اتمنى في مبالغ تصرف للمحامين وعندي طرق حل ليها. يعني انا قول لنا بقى طرق الحل. يعني من ضمن اللي حضرتك بتقول مبالغ للمحامين ايه؟ صرف مبالغ صرف مبالغ للمحامين. طيب تمام، عندك حل ليها؟ عندي حلول ليها من غير ما يكلف النقابه من غير ما يكلف النقابه طيب. حاجه ادينا الحل ده. انا دلوقتي في كل سنه بطلع فلوس لمجله المحاماه. دي خارج الودائع خالص. انا عندي ودائع في البنوك كل سنه بيطلع مبالغ. انا مش هفك وديعه. انا عندي كل سنه بيطلع مبلغ لمجله المحاماه. كل سنه بيطلع مبلغ دعم للرحلات. كل سنة بيطلع مبلغ للمطبوعات، الكتب، قانون المحاماة، كود، الكلام ده. الكلام ده ممكن لو حسبناه ممكن نخش في اكتر من 50 مليون جنيه. احنا برضه ما نقدرش نستغنى عن الكتب. تمام، بس هو دلوقتي في أزمة. انا معاك ان احنا هنرجع الكلام ده، يعني هو الفترة بس لمرور الوقت بتاع كورونا. تمام، يعني انا لو حليت الأزمة دي المحامين محتاجة. يعني في أساتذة للأسف الظروف المادية بتاعتهم مش مساعدة. في للأسف عندهم مرض، في اللي عندهم أولاد في ثانوية عامة وجامعات، كل واحد عنده ظروفه طبعا. فأتمنى طبعا نوقف الدعم للرحلات، كده كده مفيش رحلات خالص. اوقف مجله المحاماه، اوقف المطبوعات، واطلع دعم للساده المحامين. ده هيحل ازمه. يعني في ده انا كده مش هاجي جنب خزينه المحكمه جنب خزينه النقابه خالص. تمام، ولا هاجي جنب الودائع. في اقتراح كان بعض الاسئله طرحوه اللي احنا نصرف، نعمل بروتوكول مع البنوك. عمل بروتوكول مع البنوك اللي هي تصرف دعم للمحاماه، فلوس لقروض للمحامين. يعني مثلا الكارد ما يعديش ال 20,000 جنيه. للاسف لو مثلا الاستاذ مثلا ما دفعش هيتم حظره من النقابه واعاده شطبه ونقله جدول غير المشتغلين. فده طبعا ما فيش محامي يرضى اللي هو يتنقل لجدول غير المشتغلين. فهيبقى مضطر اللي هو يدفع الايه المبلغ. طب بمناسبه بقى الغير المشتغلين انا عندي سؤال بقى للاستاذ كريم بس هناخده بعد الاتصال ده. معانا استاذ محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابه العامه للمحامين. معانا جاهز؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك العمد. اهلا بيك. يعني كان نفسنا تنورنا هنا في الاستوديو عشان ناخد راحتنا في الكلام بس للاسف بقى ما حصلش نصيب. انا تحت امركم. تنورنا في الحلقات القادمه ان شاء الله. اتفضل يا فندم، احنا عايزين نسمع كده رايك في جروب اغاثه. دول ولادي وحبايبي. الله يخليك معانا. طيب هم معاك هم يا فندم لو عايز توجه لهم اي كلام. دي مجموعه شباب محترمه جدا. طبعا. صفوه ويعني
ونورت محامين مصر اللي بيخدموا كل محامين ومحاميات مصر في كل انحاء الجمهوريه. دول جروب محترم لموا بعض لوحدهم وبتوجيهات محترمه وعلى مستوى الجمهوريه كلها، واشتغلوا بخدمه المحامين دون انتماء لشخص ولا ولا للتوجه معين ولا لنقيب معين ولا عضو معين ولا اي حاجه. انا اتعرفت عليهم من خلال شغلهم لما احتاجوا لي كعضو مجلس في زنقات معينه لمحامين في الاغاثات. انا اتعرفت عليهم كلهم رجاله وجدعان بصراحه. هو شباب صغير معين نقيبه، هو شباب صغير بس هو كبير في المقام وكبير في الفكر كمان. الله يكرمك. شباب واعي يعني، شباب كمان يعني بيعمل بجهد واخلاص. صح كده؟ انا قلت كده بتهيألي. انا قلت كده طبعا. انا قلت كده دول، بقول لك يعني انا نفسي استفدت منهم وتعلمت منهم من شباب. عفوا طبعا، احنا استفدنا من معاليك وكنت معانا في كل الاغاثات معانا نقيب وعمرك اتحركت معانا واتحركت معانا يعني من محافظات لمحافظات. هم كانوا بيتحركوا في الاول وبيقولوا والله احنا لغايه كده هنوقف، لا فكنت بقى على طول معاهم وبلحقهم وبنخلص حاجات كتير جدا جدا. طب وضح لنا بقى دعمتهم ازاي؟ بشخصي وبصفتي دعمتهم، بشخصي وبصفتي انا يعني لو في حاجه لمحامي، لو في قضيه عند محامي، لو في محامي في اسم، لو في محامي في نيابه، لو في محامي في مستشفى، كل ده احنا عصرناه ومشيناه مع بعض، والاحداث كتير جدا ومتعدده جدا. وانا رحت مع الشباب اللي عندك ده الساعه 4 الصبح احد الاقسام. صلاح زميل اسم الازبكيه تحديدا، اسم الازبكيه كان في اسم الازبكيه يا حضرتك. طب دعمتهم بافكار جديده للجروب ولا حاجه؟ واحد كانوا يعني مرامي حاجه. احنا رحنا في حادثه المحامي مع ضابط الشرطه، احنا رحنا طنطا في احداث في طنطا، احنا رحنا لا هم شباب محترم جدا، اسكندريه وسوهاج وقنا وكل حته في الجمهوريه الحقيقه منتشرين الشباب، لهم ممثلين ما شاء الله عليهم، وانا كنت طبعا لازم ادعمهم بصفه عضو مجلس النقابه، وكنا كلنا حواليهم وكانوا يعني بيستشيرونا في اللي ما بيعرفوش. حقيقه شباب محترم. معالي النقيب يعني حضرتك مش محتاج اي كلام. انا اللي عجبني فيهم بقى انهم لا يرموا الى اي شيء الا ان هم بيخدموا خدمه زمايلهم وفقط لا غير. معالي النقيب حضرتك اضافه ومش محتاج اي كلام ولا غبار عليك يعني، احنا المشهد ليك ده الكلام ده من زمان وشكرا ليك. شكرا شكرا معالي النقيب. طيب نرجع بقى لاسئلتنا، نرجع للاستاذ كريم. اما في بس جزئيه اخر حته في طرق الحل. طيب ماشي. اللي انا ممكن اصرف، بس دي اقتراحات بدي، انا اصرف نص مبالغ التامين الصحي، يعني المحامي كل محامي يقدم بطاقه علاجيه هيقدم اللي هو يصرف نص مبلغ التامين الصحي بتاعه. ده برده من ضمن الحلول. المبالغ دي متاحه للنقابه. فاتمنى يعني النقابه تطرح تعمل اول حاجه اجتماع وتشكل لجنه لحل الازمات. بس شكرا. طيب ننتقل بقى للاستاذ كريم. عايزين اول بقى قبل ما تقول فيه وعايزين نعرف راي في اضافه على الكلام ده، في نقطه في الحته. طيب اتفضل. معالي النقيب ومجلس النقابه العامه اقر اعلانات توزع عن طريق النقابات الفرعيه. الاعلانات بشرط تقديم مستندات. كنا محتاجين معالي النقيب يوضح لنا ايه هي المستندات، لان المستندات النقابات الفرعيه هي اللي بتحددها، والنقابات الفرعيه مختلفه فيها يعني مفيش نقابه زي الثانيه، فارجو من السيد النقيب تحديد المستندات تحديدا. في بقى رؤيه ليا بشخصي يعني اتمنى من معالي النقيب يطبقها، ده لو دي بناء على مطالب الساده المحاميين. لابد في المساعده الماديه للمحامي التفرقه ما بين فريقين. اولا فريق بيتكون من المحامي الشباب الجدول العام والابتدائي والارامل والايتام ومرضى المحامين. الفريق ده يستحق اعانه واعانه عاجله، لان هم مش هيقدروا يردوا بعد كده، يعني بعد انتهاء الجائحه ان شاء الله وهي هتنتهي ان شاء الله مش هيقدروا يردوا بعد كده او صعب عليهم الرد. اما الفريق الثاني هو محامين النقد والاستئناف، وانا اسف ان انا بفرق ما بين المحامين في دي، فدول ممكن يتقدم لهم قروض محدده المده بضمانات معينه، مثلا تبدا السداد فيها بعد 3 اشهر. دي وجهه نظري يعني. طيب احنا كنا عايزين بقى نعرف راي حضرتك في موضوع تنقيه الجداول من غير المشتغلين. وجهه نظر شخصيه. والاشاعات بقى اللي بتطلع دلوقتي ان هم يعني هيتم الحقهم تاني، وان الاستاذ ربيع عطيه لا اعتقد هيضمهم تاني للنقابه. لا اعتقد ان النقيب ربيع عطيه يقبل ضم غير المشتغلين لنقابه المحامين. الشائعات كتير
بس ما نقدرش ناكد حاجه زي كده الا لما نشوف وقائع بعينينا. طب احنا معانا صور اهيت لو حابين تعلقوا عليها. دي كانت فين؟ زميل بتاع ولايه الدكرور. دي كانت احدى الاغاثات. ده تكريم. دي تكريم جروب اغاثه. خدنا درع جروب اغاثه المحامين. ده كان احد اللقاءات التلفزيونيه. تكريم ولقاء تلفزيوني. ده كان لقاء مع النقيب سامي عاشور. ده تكريم. تكريم من جنوب الجيزه. جنوب الجيزه. نقيب عماد عويان. نقيب عماد عويان عضو المجلس. ده اول اجتماع. لا اول لقاء مع النقيب عماد عويان. ده برضو نفس التكريم. ده نفس التكريم. ده كان مؤتمر واجتمعنا بعديه. دي كانت اول ندوه لجروب اغاثه محامي. طيب خلينا بقى ايه يعني عشان برضو الموضوع ده استاذ وحيد الكيلاني داعم هو للشباب. اكبر داعم كمان. اكبر داعم. ده مسؤول على طول هو يعني بيخاطب الشباب وبيعمل لهم ندوات. دي تاني ندوه لجروب اغاثه. الندوه دي حضرها 400 محامي. تمام. كانت اكبر ندوه نقابيه يحضر فيها 400 محامي. كانت بتتكلم ايه عن الندوه؟ بتتكلم عن ايه بقى الندوه دي؟ دي كانت بتتكلم عن مشاكل المحامين اللي طرحنا فيها مشاكل. هو فكره البرنامج. فكره هو واجبات المحامي. هو واجبات المحامي ازاي يتعامل في المشاكل، ازاي يحل مشكلته، ازاي يتواصل مع النقابه. اللي حاضر فيها النقيب حسن امين نقيب جنوب القاهره. طيب احنا هنخلي الصور تعالى على الشاشه زي ما هي ونرجع بقى لاسئلتنا عشان ايه نكمل بقيه حديثنا. استاذ كريم احنا كنا بنتكلم عن تلقيه الجداول ورايك انت الشخصي فيها ايه؟ رايي الشخصي ان قرار تلقيه الجداول هو من اعظم القرارات اللي اتطبقت في نقابه المحامين. لان انا كمحامي مشتغل ما اقبلش ان يكون في حد ما بيشتغلش يشاركني المهنه. لان هي مهنه المحاماه. ما هم التانيين برضو او الفريق التاني اللي هو غير مشتغل يقول لك انا هاثر عليهم في ايه؟ انا اشتراكي في النقابه بدفع. بيأثر عليا في الخدمات يا فندم. ما هو عايزين بقى نوضح الكلام ده. يعني ايه بيأثر عليك في الخدمات؟ ما دلوقتي هو الناس مفكره ان هو النقابه مجرد اشتراك سنوي بيدفع وخلاص. مكتسبات التنقيه. تمام. مكتسبات. ايوه هنتكلم في مكتسبات التنقيه. 2015 يا فندم المعاش كان 500 الحد الاقصى ليه 500 جنيه. دلوقتي الحد الاقصى للمعاش 3000 جنيه. نسبه العلاج ارتفعت. كل الخدمات ارتفعت. تمام. ما هو يعني انا عايز اوجه رساله اللي هم الغير مشتغلين اللي هم بيقولوا انا انت بتطالبني باشتراك فانا بدفعه. فاحنا عايزين نقول لهم برضو ان الشغل بيبقى ليه مصاريف في دماغات. في الكلام ده كله وضحه لهم. بيزود دخل لنقابه المحامين. كله مصادر. دي مصادر دخل للنقابه. يعني هو المشتغلين غير المشتغلين الموضوع معاهم نفهمهم ان هو مش موضوع اشتراك سنوي بيدفع. ده مش ده دخل النقابه. دخل النقابه طبعًا حقيقي طبعًا. في اشتغالك وفي الرسوم اللي بتدفع طبعًا. في اتعاب المحاماه في دمغه المحاماه اكيد. طيب كل دي رسوم بتدخل بس ليها تعقيب برضه يا فندم. اتفضل. ليها تعقيب وتعقيب قوي على طب الموضوع. طب قبل التعقيب ناخد استاذ محمد مهدي الاول. ماشي يا حبيبي. استاذ محمد المهدي مسؤول اغاثه محامي بالغربيه. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا سعيد بداخلتي مع حضراتكم وكنت اتمنى ان انا اتكلم في ظروف احسن من كده لان بطبيعه الحال في مشاكل حاصله حاليا الجو العام لنقابه المحامين. يعني المناخ حاليا مضطرب الى حد كبير. ولكن نتمنى الصالح العام للمحامين وللمحاماه. طيب بصفتك بقى مسؤول اغاثه محامي بالغربيه. انشط مسؤول في اغاثه محامي بالمحافظات. انشط مني استاذ كريم بيقول لحضرتك انشط مسؤول على وجه المحافظات كلها. الله يحفظك. لا دي حقيقه فعلا اخواتنا وزملائنا طبعا. احنا طيب. كل اللي بنعمله مجرد يعني اجتهادات لصالح زملائنا طبعا للصالح العام. للصالح العام طبعا. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك بتتعامل ازاي مع البلاغات اللي بتجي لك وازاي بيتم لو في اغاثه جايه لك او حاجه. يعني عايزين نفهم من حضرتك نشاطك بالظبط ايه كمسؤول يعني. تمام حضرتك. طبعا الاغاثه بتيجي بشكل مبدئي اولا عن طريق بوست على الجروب او كرساله على جروب الواتس حتى يعني على الفيسبوك او على الواتساب او حد بعرفه. طبعا في كل مركز من المراكز وكل اسم من الاقسام
في مسؤولين طبعا في كل محافظه، يعني مسؤول المحافظه بينسق مع جميع الاعضاء اللي موجودين على مستوى المحافظه اذا كانت الاغاثه بالقرب من احد المسؤولين او الموجودين في المراكز دول، بيتحرك الموضوع الاول ويعرف تفاصيله والمعلومات. اذا كانت الموضوع قريب مني طبعا بتحرك فورا معه، حتى لو بعيد ساعات بتحرك معهم برضه. تمام. اذا كانت المشكله مع جهه من الجهات زي مثلا شرطه، كانت مع نيابه، كانت مع موظفين او اي شيء، الاول بنعرف الوضع يعني بنتحرى الحقيقه الاول. بالاضافه ان احنا بنحاول ان احنا يعني نتفادى وجود اي ازمه ما بين المحامين وما بين اي جهه ثانيه. طبعا بالتنسيق مع النقابه نفسها، لان طبعا احنا ابناء نقابه المحامين، ما ينفعش ان احنا نتحرك بغض النظر على الرجوع للنقابه. فاحنا هنتواصل ما بين النقابه وما بين المحامين. يعني عايز حضرتك تقول ان في مشكله بتيجي بنتواجد الاول، بنحاول نتواصل مع الجهه الثانيه، بنحاول نهدي الموضوع شويه، نفهم نحلها ازاي. اذا كانت سهله حلها فبنحلها حتى من غير ما نتكلم على العام او نعرف الناس تفاصيل قدر الامكان. اذا كان الموضوع مش هيتحل بنضطر ان احنا نصعده شيئا فشيئا، بس طبعا ما فيش حاجه بتتم الا بمعرفه او بالعلم النقابه نفسها. تمام. استاذ محمد، يعني بنشكرك جدا على المداخله الجميله ديت، ونتمنى ان شاء الله تبقى معانا في الحلقات القادمه في الاستوديو توضح برضو اكتر عن جروب اغاثه محمد. نرجع بقى لحديثنا، كنا بنتكلم عن تنقيط. طبعا انا حاسس ان انت عايز ليك راي في الموضوع ده. انا عايز اقتراحات مستقبليه للنقابه. لا انا اقول انا الموضوع المشتغلين ليك راي، ناخد سكريم ونرجع برضو نتكلم. ماشي. التعقيب على الموضوع، انا طبعا مع التنقيه قلبا وقالبا. النقيب سامي عاشور ومجلس النقابه العامه السابق حارب عشان التنقيه، وتعرض لهجوم شرس. وطبعا هو قرار تاريخي، بس تم تنفيذه بآلية غلط. وضح لنا بقى. سمحت بوجود بعض المتسربين. بعض المتسربين نتيجه لموظفين على غير قدر المسؤوليه. بعض الاشخاص في النقابات الفرعيه تحديدا على غير قدر المسؤوليه. انا اسف ان انا هقول الكلام ده، ناس استفادت من التنقيه بشكل غلط واضرونا. واضروا مجلس النقابه السابق، واضروا النقيب سامي عاشور. واتمنى اتمنى اتمنى ان ان النقيب رجاء عطيه، وانا عارف ان هو جدير بالحفاظ على مهنه المحاماه، انه يحافظ على مكتسبات التنقيه ويغير الاليه بشكل افضل، بحيث ان من ينتمي الى مهنه المحاماه يكون محامي فعلا مشتغل محامي، بيروح المحكمه، بيروح قسم الشرطه. مش اي حد يمسك كارنيه محاماه، لازم يكون محامي فعلا. بالظبط. طب استاذ احمد عبد الهادي معانا لسه؟ طب استاذ احمد عبد الهادي المحامي بالجيزه، اتفضل. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. طبعا يعني انا مستمتع جدا باللقاء ده من اوله، يعني من اول ما قالوا ان هيبقوا موجودين استاذ كريم والاستاذ رامي زكريا. يعني شكرا. حاجه الجروب كله ما شاء الله عليه، احنا وصلنا لمرحله ان بقى الجروب ده وطوي المجال اي محامي صراحه. يعني انا عايزين بقى نفهم من حضرتك او نشوف، يعني انت شايف كمحامي الجروب دوت بيقدم لكم ايه؟ بدايه احنا 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 في صراع من اخر سنه، يعني اخر سنه واخر سنتين النقابه فعلا اهملت المحامي بشكل كبير جدا. احنا بقى في اي مشكله الزميل ما بيعرفش يعمل اي حاجه، او انا بالنسبه لي بتجنب ادخل في مشاكل. بيتاثر على شغلي، يعني بتحط في مواقف كتير ببقى انا على حق وعارف ان انا القانون معايا، لكن للاسف بنتقابل مع يعني مع فئه ما تعرفش حاجه عن القانون غير ان هي بتتعنت معانا احنا كمحامين. لا انت في مشكله معاك شخصيا. فبصراحه من سنه تقريبا انا سمعت عن الجروب وانضميت ليه. الناس بتفكر على ارض الواقع بشكل عملي جدا، يعني يعني انت فين، احنا هنجيب شكل احترافي وشكل احترافي كمان، يعني شكل جدا يعني الناس محترفه لابعد الحدود. طبعا انا طبعا ما تشرفتش بلقاء الاستاذ كريم في البدايه، لكن طبعا قابلته في الجيزه ويعني حد فعلا مجتهد جدا. الاستاذ رامي طبعا يعني شهادتي فيه مجروحه، الاستاذ رامي اخويا طبعا قبل اي حاجه، يعني محترمه جدا، راجل عنده فكره وفعلا اثقلت بالاساتذه الموجودين. طبعا اعضاء مجلس النقابه ده حاجه يعني وقفوا جنبنا كتير، والحمد لله يعني الموضوع مشي في ظل الصراع الاخير بتاع اخر فتره انتخابات. الناس لا ليها هدف، والناس من الاول ما اتكلمتش على الانتخابات ولا ان هم
هيرشحوا حد ولا، عشان طبعا اللي قالوا ان الجروب معمول لخدمه احد الاطراف. ده الجزئيه الاولى. معمول لمصالح شخصيه. هي طلب فعلا عند مجلس النقابه الفتره اللي جايه دي. اتفضل. يعني يا ريت مش يعني النقيب برجاء عطيه يعمل حاجه، نلاقي انصار النقيب السابق بيهاجموا. انصار النقيب السابق يتكلموا في حاجه، احنا مش عايزين الصراع ده، احنا بيأثر علينا، احنا في ظروف فعلا كل من يمتهن في مهنه المحاماه فقط هو قاعد في البيت حاليا. فاحنا يعني عايزين نشوف حل باسرع وقت جدا. وطبعا بشكر كل اعضاء جروب اغاثه محامي. شكرا لحضرتك يا زحمه، شكرا على المداخله. وبشكركم طبعا على اللقاء ده وعلى شكرا. شكرا شكرا يا زحمه. طيب ننتقل بقى موضوع المشتغلين. انا عارف ان انت حاسس ان فعلا. لا هو كريم لا وضح كل جزئيه، وفعلا التنقيه انا مع التنقيه قلبا وقالبا، والجروب مع التنقيه طبعا. في اي ملاحظات؟ لا هو كريم كلم في كل حاجه طبعا. هي التنقيه تم استخدامها غلط جدا. في فعلا الناس استفادت من التنقيه كتير، واتمنى تطبيق التنقيه فعلا على اكمل وجه. هو في كريم كلم فيها في كل طيب حاجه الصراحه. عايزين بقى برضو نتكلم طرق او الدعم اللي بيتقدم للجروب منين وازاي وايه هو الدعم؟ لا هو ما فيش دعم بيتقدم، احنا ما بناخدش جنيه من النقابه ولا حتى من الزميل اللي بينزل معانا. احنا الدعم هو ده حاجه، ما انت دلوقتي بتنزل في مشكله. تمام. المشكله ديت المحامي او المسؤول بينتقل بفلوس. احنا بنحاول نشوف اقرب واحد حاجه من جيبه. ده حقيقه. احنا سافرنا كل ده، سافرنا طنطا وسافرنا سافرنا الشرقيه. مين اللي بيصرف على الكلام ده؟ هو كله مجهودات ذاتيه. تمام. احنا ما بناخد، لكن ما فيش صندوق مثلا جروب بيتجمعوا فيه تبرعات. لا خالص. يعني احنا رافضين نلم حتى جنيه، ندخل جنيه بينا او بين الجروب عشان الموضوع بيتاخد بشكل تاني. يعني في ناس مستنيه اي غلطه علشان يوقع الجروب. يعني انت مستني اي غلطه عشان توقع الجروب. فاحنا بنخلي بالنا من كل حاجه. الموضوع تطوعي خدمي عمل نقابي. انت عندك فكر ان انت عايز ترقي المحاماه، فده اللي احنا ماشيين عليه وده هدفنا. احنا بنوصل مع اعضاء النقابه وبنتحرك معاهم، هم بيتحركوا. ده في اوقات اعضاء النقابه قبل مننا في القسم او في المحكمه. فهو الموضوع تطوعي جدا. مفيش جنيه بناخده من النقابه ولا حتى من الزميل، ولا بعد انتهاء الموضوع ولا قبل انتهاء. وبننزل الفجر والصبح وفي المحكمه، وفي بعض الاوقات يبقى احنا في الشغل مخلص اللي انت تروح عشان تستريح، لا بتطلع للمحكمه ثاني عشان في زميل انت قريب منه فبتروح للزميل. طب نشوف راي كريم بقى في الموضوع ده ونرجع عشان خاطر السؤال اللي انت عايز تقوله. ايه مفيش مقابل فعلا؟ مفيش اي خالص. مفيش تمويل. مجهود ذاتي. ايه المقابل يعني؟ احنا دلوقتي قاعدين شباب دلوقتي بندردش. المقابل؟ انا عملت فكره. ايه المقابل؟ المقابل ان انا قاعد مع حضرتك دلوقتي. شرف ليا انا. المقابل ان انا بروح محافظه البحيره، الناس عارفه كريم ابو القاسم، عارفه رامي استاذ رامي زكريا، عارفه الاستاذ محمد محي، عارفه الاستاذه عزه جاد، عارفه الاستاذه نوران فتحي، عارفه الاستاذ محمد التهامي. المقابل ان احنا زملائنا حبونا، زملائنا عارفين ان احنا بنخدمهم. يمكن الاستاذ رامي اتكلم في الاول قال لك احنا بنقول ان احنا نازلين انتخابات، او كانوا بيقولوا ان احنا نازلين انتخابات. لا احنا اثبتنا فعلا ان مفيش حد مننا نازل انتخابات. وانا بعلن دلوقتي ان انا عمري ما هنزل انتخابات النقابه الفرعيه. انا مكمل في غاسه تنزيل عامه. هنزل اتمنى 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 دعم. يمكن الاستاذ رامي اصغر مني، اتمنى دعمه في انتخابات 2024 في النقابه العامه ومش في الفرعيات. طب بص يا كريم، انا هقول لك رايي انا في الموضوع ده. تمام. انا ما عنديش مانع خالص ان انا يعني ادي صوتي لحد منكم، سواء حضرتك رامي او استاذ كريم. ده ليه بقى؟ علشان انا شفت شغلكم على ارض الواقع. بس هل الناس بقى بتسال هل ده تمهيد ان انا دلوقتي بعمل ارضيه علشان انزل انتخابات وبعد الانتخابات ما اشوفكمش تاني؟ اصل معروف الارضيه بتبقى قبلها بسنه. هي معروفه ارضيه قبلها بسنه. مش هتقعد تعمل ارضيه بخمس سنين مثلا؟ قبلها بسنه. مش هعمل الارضيه بخمس سنين. يعني كنت حتى اجي اخر سنه اروح اعمل ارضيه، مش خمس سنين او ست سنين او طيب احنا معانا اتصال بس اسامه من سوهاج، ناخده ونرجع تاني نكمل. استاذ اسامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسامه اتفضل. لا معاذ، محمود داوود من الخنكه. محمود داوود من الخنكه. طب استاذ محمود اتفضل. ازيك يا فندم عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا استاذ رامي؟ ازيك يا استاذ اسامه؟ استاذ محمود حبيبي عامل ايه؟ استاذ محمود داوود عرفني. الحمد لله. لا مش اتفضل يا فندم، عايزينك توجه رساله كده للضيوف اللي منورنا النهارده في الاستوديو. بصراحه الناس ديت جهدها مشكور جدا جدا. الصراحه على ارض الواقع الناس دي اشتغلت ونزلت ووقفت مع اساتذه كتير. شفت شغلهم ازاي على ارض الواقع يا استاذ محمود؟
يا فندم. شفت شغلهم ازاي على ارض الواقع؟ يعني شفت الناس دي بتنزل وبتتعب وبتعمل ايه؟ انا بتكلم على اساتذه بشكل شخصي، عند الاستاذ وحيد الكلالي في ندوه عندي. فاول ندوه. فاول ندوه كنا قاعدين مع بعض واتناقشنا مع في الفكره، وكانت فكره ممتازه الصراحه. يعني انت كنت معاصر ليهم وهم منذ نشاه هذه الفكره؟ منذ النشاه. والصراحه شغلهم بان. شجعتهم بقى ولا احبطتهم يا استاذ محمود؟ يا استاذ محمود شجعتهم ولا احبطتهم؟ ايه؟ شجعتهم ولا احبطتهم؟ لا بشجعهم والله. انت الاستاذ كريم كمان. استاذ رامي كان بيقول في ناس احبطتنا. لا 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 لا. وكنت انت حد منهم. لا. يعني فكره جميله فكرة جميلة ويعني لاقت ترحاب وعند الناس كلها. لا حاجة جميلة والله ومشرفة، وإن في شباب محامين بالشكل ده. إحنا ما حسيناش إن في نقابة وإن لا. خصوصاً إن الكلام دوت. مش عارف أتأيدني في الرأي دوت ولا إيه يا أستاذ محمود، خصوصاً إن الكلام دوت يعني طالع من شباب. تمام. حديث العهد. حاجة جميلة. صح كده؟ فكر جديد ودماغ جديدة في النقابة. بالظبط. استاذ محمود بنشكرك جدا على اتصالنا على اتصالك. طيب معانا اسامه من سوهاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ اسامه. ازيك يا ريس؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. تحياتي لحضرتك والاستاذ رامي والاستاذ كريم ابو القاسم مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسامه ابو شنب من سوهاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ اسامه. حضرتك طبعا بسم الله ما شاء الله جروب إغاثة محامي، الناس بيشتغلوا لله وشغلهم واضح وباين. تمام. طبعا ويعني زي ما الاستاذ محمد عبازين كركاب اتكلم، هم بيشتغلوا وحتى الدعم يعني بيكون موجود سواء من اعضاء النقابه او مننا احنا كمحامين. تمام. تمام. عايز اقول لهم اوجه لهم رساله ان هم يشتغلوا زي ما هم شغالين، وما لهمش دعوه باي حد مثلا بيحبط منهم او بيقلل من عزيمتهم. شكرا يا استاذ اسامه. شكرا شكرا على اتصالك. شكرا على اتصالك. طيب استاذ رامي بقى نيجي للسؤال بتاعك عشان احنا معانا دقيقه. تمام. فحاول بسرعه في الدقيقه. انا عندي اقتراحات مستقبليه للنقابه. تمام. اتمنى تشكيل لجنه متخصصه لاداره الازمات. نقابه كبيره زي نقابه المحامين لازم يكون فيها لجنه متخصصه لاداره الازمات. كانت المفروض تتعمل بعد 25 يناير و30/6، ولكن للاسف لم يتم انشاء. فاتمنى انشاء لجنه متخصصه لاداره الازمات. اتمنى انشاء بروتوكول مع وزير الداخليه. احنا خاطبنا بيه النقيب السابق وبنخاطب بيه النقيب الحالي. لازم يتم تفعيل قانون المحاماه، تحديدا الماده 50 و51، ان مفيش محامي اثناء تأدية واجبته لازم يتحبس. ممنوع. يتم تفعيل الماده 54 من قانون المحاماه، ان يعاقب كل من تعدى على محامي اثناء تأدية عمله كانه تعدى على هيئه المحكمه. ده مهم جدا. انشاء بروتوكول مع وزير العدل لتسهيل مهام الساده المحامين في المحاكم، وده طبقا لنص الماده 52 من قانون المحاماه. هما كام بند؟ طب نقتصرهم عشان احنا خلاص. الشباب المحامين، انا اتمنى النظر لشباب المحامين وتطبيق الماده 29 من قانون المحاماه. ان النقابه بتتم كل سنه بتتم تحديد مبلغ الراتب الشهري للمحامي على طبق الظروف الاقتصاديه اللي تمر بها. اتمنى وجود مستشفى خاصه بالساده المحامين. ده طلب مهم جدا، اللي هي تبقى في مستشفى وصاله اسعاف وصاله نقل الموتى. ناخد بقى كلمه اخيره من الاستاذ كريم عشان نختم الحلقه. ناخد كلمه منك، عايز توجه ايه ولمين؟ للنقابة، للمحامين، حد عايز يساعدكم في الجروب؟ اثنين بصفاتهم اباء لمحامين مصر، النقيب رجاء عطية والنقيب سامح عاشور. من فضلكم انتوا ابائنا واباء المحامين، لكم انصار، كل نقيب ليه انصار سواء النقيب الحالي او النقيب السابق. وجهوهم او دعوهم للتهدئة. الأزمة اللي احنا فيها بصراحة الناس فاضية. الناس فاضية، ما عندهاش الا غير الكلام. لو في تهدئة. التهدئة، وطالب النقيبين بالتهدئة. بجد احنا محتاجين عشان نلمش فعلا التهدئة. احنا في الانشقاق. الانشقاق مش مصلحة المحامي، مش هيفيدنا. طيب احنا يعني انتوا نورتوني والحلقة خلصت بسرعة، ما خلصناش بالوقت. بس انا بشكر حضرتك ان شاء الله لينا لقاءات تانية. ان شاء الله. اخر تحية لوالدتي صاحبة الفضل علي اللي انا وصلت لغاية هنا،
ودعمتني كتير جدا وبشكرها جدا. من خلال شاشه الصحه والجمال بنشكر والده الاستاذ رامي. واعزائي المشاهدين يعني انا متاسف لكم ان احنا ما قدرناش ناخد كافه المكالمات لان النهارده كانت الحلقه خاصه شويه. فاي حد عنده استشاره قانونيه استفسار رقمي ورقم المكتب موجود على الشاشه. اللي حابب يتواصل معايا بعد الحلقه انا تحت امره. واستنوني الخميس القادم في نفس الميعاد الساعه 1 وحلقه جديده وموضوع جديد. شكرا لكم.